مساء الخير على حضراتكم. مساء الخير يا سارة. مساء الخير عليك يا أحمد. مساء الخير على حضراتكم. تأكيدا على اللي أحمد قاله، حالة غضب كبيرة جدا جوه كل حد من جماهير النادي الأهلي طبعا من امبارح، ومش بس من امبارح، الأخطاء التحكيمية اللي حاصلة من أول الدوري، كمان من دقايق نعرف أنه طبعا تم إيقاف كابتن الشناوي 4 مباريات من قبل لجنة المسابقات باتحاد الكرة بسبب التصرف غير اللائق، على حسب طبعا البيان أو بيان اتحاد الكرة، ضد حكم مباراة أو تجاه حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي. ولكن خليني أقول لحضراتكم كمان أن النادي الأهلي قدم تظلم طبعا ضد القرار ده، وهو إيقاف الشناوي ل4 مباريات. يعني الحقيقة أنه لو أنت شايف أو بتمشي بالقانون وبتشوف فين الصح وفين الغلط، تم إيقاف يعني كابتن الشناوي علشان شايف ان في تصرف غير لائق. طيب بالنسبة للحكام اللي فعلا مضيعين نقاط كتير من النادي الأهلي، بالنسبة لحكام الساحة، حكام الفار اللي في مشاكل كتير قوي وفي بتبقى حالات تحكيمية واضحة وضوح الشمس، واي حد، اي طفل صغير، مش هقول اي حكم، اي طفل صغير يقدر يقول دي ركلة جزاء، يقدر يقول لا ده هدف صحيح وتم احتساب ولم يتم احتساب الهدف ده طبعا للنادي الأهلي. كل ده مفيش اي عقوبات ضد الحكام دول. طب الحكام اللي المفروض انه زي ما قال كابتن سيد عبد الحفيظ، مفيش حكام دوليين كتير بتحكم مباريات النادي الأهلي وهو الأكبر في مصر وإفريقيا، يعني ليه ما بيتمش معاملة النادي الأهلي بالشكل اللي يليق بيه من ناحية التحكيم؟ ولا هو أي حكم بيبقى عايز يبقى في مباراة النادي الأهلي يثبت ان هو جامد جدا وبيقدر ياخد يعني قرارات جريئة؟ ليه بيبقى فيه قرارات غلط جدا وواضحة وضوح الشمس انها غلط في مباريات النادي الأهلي؟ أسئلة كتيرة قوي يا أحمد محتاجين إجابة عليها. 4 نقاط ضاعت لحد دلوقتي كده.